هل هنالك نهاية دراماتيكية على أحد الفريقين مع اقترابنا من نهاية المشوار؟ من سيكون غدار؟ من سيكون غدار مع نهاية المشوار؟ عمرود التماس يبقى لبوتايب. شاكير طويلة من بوتايب، رائعة من محسن متولي. شوف الكرة يا سلام، ويور بران التسوار. جول جول الرجاء، الرجاء يرش الوداد، الرجاء يرش الوداد، رش الرجاء بأنواره الخضراء يكسب المعركة. شو هذا؟ ما هذا؟ الرجاء يا سادة مؤتمر كالعادة، تاريخه يشهد عليه، أرقامه أمجاده ألقابه تتكلم عليه. أشهد دلال يا رشاوي، أشهد جمال يا الأخضر، الرجاء العالمي يحييكم ويمسي عليكم في أكبر مواعيد الكرة المغربية. والوداد يعاير الأضرار، الوداد ينهار، الوداد في حالة انكسار. شوف الكرة، يا سلام يا سلام يا سلام، باليسار حتهالو، باليسار جبهالو، ما رحموش ما رحموش ما رحموش. كرة من أجمل ما يكون، كرة من أروع الفنون. الرجاء يكتب الموسيقى، يؤشر على الموناليزا، وطبعا تكناوتي يعاير الأضرار. تكناوتي وفرحة الرجاوي، يمضي ولا يبالي، يمضي ولا يبالي. ما زلت نحكي ونقول مشاهدينا الكرام، وأنه هنالك فريق غدار، هنالك فريق غدار مع نهاية المشوار. وكان الرجاء في الميعاد يا حبيبي، في الميعاد. 1-0 للفريق الأخضر، أخضر اللون من أجمل ما يكون، أخضر اللون من أجمل ما يكون. البديل طبعا حميد أعداد في ثالث أهدافه في البطولة، هدف غالي والله غالي، غالي والله غالي. أول سيناريو لجمهور الرجاء الذي يرج الوداد رج بهذا الهدف لأعداد.